هنبدأ نبرمج. في البداية عرفنا متغير ليد يساوي 9، وصلنا لليد في البن رقم 9 لأنه البن رقم 9 يدعم خاصية البي دبليو ام. بعد كده عرفنا متغير البي ام يساوي اي زيرو، طبعا الاي زيرو اللي هو البن اللي وصلنا فيه المقاومة المتغيرة، وعرفناه كاسم بالبي ام اختصار لبوتنشيوميتر. بعد كده عرفنا متغير انت فاليو، هنستخدم الفاليو في الكود. بعد كده هنروح على دالة التهيئة الفويد سيتاب. في دالة التهيئة هيئنا الليد كأوتبوت، وهيئنا المنفذ السيريال عشان يستقبل الأوامر سيريال بيجين 9600. بعد كده هنروح على الفويد لوب. في الفويد لوب هنقرأ القيمة اللي خارجة من الـ A0 اللي هي قيمة المقاومة المتغيرة analog read bm، bm اللي هو البن A0، فهيقرأ القيمة من الـ A0 اللي هي قيمة المقاومة المتغيرة وهيخزنها في الفاليو، فالفاليو يساوي analog read bm. بعد كده عندنا serial println، يعني هيطبع لي قيمة المقاومة المتغيرة على منفذ السيريال serial println value. هنسوي بعد كده delay 250 ملي سكند، وبعد كده هنشغل الليد بقيمة المقاومة المتغيرة أو قيمة الجهد اللي خارج لنا من المقاومة المتغيرة analog write الليد value، يعني هيشغل الليد بقيمة الفاليو، وقيمة الفاليو اللي هي قيمة الجهد اللي خارج من المقاومة المتغيرة، لأنه عندنا الفاليو هنا analog read البي ام، والبي ام اللي هو الاي زيرو اللي هو موصل بالمقاومة المتغيرة. هذا هو الكود ببساطة. فالكود بكل بساطة يعني حيكون عبارة عن تشغيل الليد عن طريق المقاومة المتغيرة، التحكم في جهد الليد عن طريق المقاومة المتغيرة. فأنا كل ما أغير في قيمة المقاومة بتغير معايا قيمة الجهد، هيشتغل الليد بقيمة الجهد اللي أنا هخرجه من المقاومة المتغيرة. هسوي رفع، معلش ما وصلنا لوحة الأردوينو بالكمبيوتر. بعد ما وصلها هنسوي رفع، هنفتح منفذ السيريال ومراقب السيريال، هنلاحظ انه حاليا القيمة بزيرو، فانا كل ما اغير بتزيد معايا القيمة لين اخر قيمة. لو حركنا المفتاح الدوار للمقاومة المتغيرة لآخر قيمة اللي وصل لنا اللي هو 1023. 1023 هذا يأكد الكلام اللي احنا قلناه انه الانالوج انبوت عبارة عن 10 بت، وعشرة بت يعني 1024 مستوى من 0 إلى 1023، فآخر قيمة للمقاومة المتغيرة هي 1023. بس في حاجة غريبة هنا بنلاحظة، بنلاحظ انه الليد بيشتغل وينطفي في كل مرة ازود فيها. لاحظ انه هنا انطفى رجع اشتغل من جديد، انطفى رجع اشتغل من جديد الى وصل لل 1023 شغال. بس ايش هي المشكلة؟ هنلاحظ هنعيد من الصفر، هنبدأ نزود ونلاحظ الارقام اللي بتتسجل في منفذ السيريال عشان نشوف عند اي قيمة الليد بينطفي. فهنلاحظ انه عند 255 الليد يكون شغال، من يوم ما اغير ال 256 الليد بينطفي. شو عند ال 256 الليد بينطفي. بعد كده حازود عند الين ال 511، عند ال 511 الليد حيكون شغال. ونلاحظ 511 الليد شغال، مجرد ما يصير 512 الليد ينطفي، 512 الليد حيكون مطفي. وحنا نزود في قيمة المقاومة، إذا وصلنا ل 767 هنلاحظ 767 الليد حيكون شغال، بمجرد ما يوصل ل 768 الليد حينطفي، الليد حينطفي عند 768، 768 الليد حينطفي. بعد كده حنزود الين ال 1023. بس ليش عندنا الليد بيشتغل وينطفي عند ال 255
بيكون شغال، عند ال 256 بينطفي، عند ال 200 او عفوا عند ال 500 وال 12 بينطفي، وعند ال 700 وال 68 بينطفي. حنشوف المشكلة هذه وحنحلها في السلايد اللي بعده، حنكمل بعد كده الكود. حنشوف في هذا السلايد ليش الليد كان ينطفي ويشتغل كل ما نزود في قيمة المقاومة، ايش السبب اللي كان يخليه ينطفي ويشتغل كل ما زودنا في قيمة المقاومة. خلونا نتفق في البداية، حنعرف انه المقاومة المتغيرة موصلة في مجموعة الانالوج انبوت، ومجموعة الانالوج انبوت زي ما قلنا تتكون من 10 بت، يعني تتكون من 1024 مستوى، هذا بالنسبة للمقاومة المتغيرة. بالنسبة للليد، الليد موصل في البن رقم 9، والبن رقم 9 يدعم خاصية البي دبليو ام، واحنا قلنا انه خاصية البي دبليو ام عبارة عن 8 بت، 8 بت يعني 256 مستوى. فصار عندي المقاومة المتغيرة اللي هي موصلة في مجموعة الانالوج انبوت عبارة عن 1024 مستوى، اما الليد اللي موصل بخاصية البي دبليو ام فهو عبارة عن 256 مستوى. فحنبدأ من البداية، قيمة المقاومة المتغيرة لما تكون بصفر، فأنا كل ما أزود في قيمة المقاومة المتغيرة بتزيد معايا شدة إضاءة الليد. في البداية حتكون صفر، الليد حيكون مطفي، بعد كده حزود هتزيد معايا شدة إضاءة الليد ألين نوصل للقيمة 255. إذا وصلنا للقيمة 255 شدة إضاءة الليد حتكون أقصى قيمة. بعد كده إذا زودت قيمة المقاومة وصارت 256 الليد، بنلاحظ إنه الليد حينطفي. ليش الليد انطفي؟ احنا قلنا الليد مكون من 256 مستوى لانه موصل بخاصية البي دبليو ام، خاصية البي دبليو ام بتقرأ بس 256 مستوى، ما تقدر تقرأ قيمة اكبر من كده. فاي قيمة بعد 256 خاصية البي دبليو ام بتعتبرها صفر. فوصلنا الى 255، طبعا من صفر ل 255 عبارة عن 256 مستوى. فبعد 255 خاصية البي دبليو ام بتقرأ القيمة صفر، لما تصير القيمة 256 خاصية البي دبليو ام حتقراها صفر فالليد حينطفي، 257 خاصية البي دبليو ام حتقراها واحد، 258 حتقراها اثنين، 259 حتقراها ثلاثة. فبعد 255 ابدأ من جديد، ابدأ الليد اشتغل من جديد كأنه من صفر ل 255 الى الين نوصل ل 511. بعد ما نوصل لل 511 اللي هي تعبر عن ال 255، فخاصية البي دبليو ام ما راح تقرا 511 لانه اقصى قيمة لها احنا قلنا ال 255، من 0 ل 255 اقصى قيمة لخاصية البي دبليو ام. فلما نوصل ل 511 خاصية البي دبليو ام راح تقراها 255، فال 512 بعد ما نزود قيمة المقاومة وتصير 512 خاصية البي دبليو ام راح تقراها صفر، لانه 511 تعبر عن ال 255 بالنسبة لخاصية البي دبليو ام. فال 512 حتعبر عن الصفر، ال 513 تعبر على الواحد، ال 514 تعبر على الاثنين، الين نوصل لل 767. 767 خاصية البي دبليو ام حتقراها 255، لما تقراها 255 شدة اضاءة الليد حتكون اقصى قيمة. بعد ال 767 القيمة حتكون 768، فخاصية البي دبليو ام حترجع تقراها صفر، الين نوصل ل 1023. 1023 تعبر او خاصية البي دبليو ام راح تقراها 255. هذا السبب اللي خلى الليد انطفي واشتغل كل ما زودنا في قيمة المقاومة، وبالذات عند القيم اللي ذكرناها. فعند 256 الليد راح ينطفي، وعند ويبدأ يشتغل من عند 257، وحينطفي عند 512 ويبدأ يشتغل من 513، لأنه 512 زي ما قلنا تعبر عن الصفر. فهذه هي الفكرة اللي أو المشكلة اللي واجهتنا، لأنه زي ما قلنا السبب المشكلة هنا أنه مجموعة الأنالوج إنبوت اللي هي المقاومة المتغيرة بتقرأ لي 1024 مستوى، أما خاصية البي دبليو ام فبتقرأ لي 256 مستوى. أتمنى يكون الشرح واضح وإن شاء الله فهمته. بعد كده راح نشوف كيف حنحل المشكلة اللي واجهتنا عن طريق البرمجة، حننتقل على الكود البرمجي مرة ثانية. حنشوف دحين كيف نحل المشكلة اللي واجهتنا، بس قبل ما نحل المشكلة حنعرف إيش السبب اللي خلى المشكلة تظهر. السبب هو أنه مجموعة الأنالوج إنبوت تتكون من 1024 مستوى،
أما خاصية البي دبليو إم فهي تتكون من 256 مستوى. هذا هو سبب المشكلة، اختلاف عدد المستويات. فعشان أحل المشكلة دي لازم أقلل عدد مستويات مجموعة الأنالوج إنبوت وأخليها تساوي 256 عشان يصير عدد المستويات واحد للأنالوج إنبوت اللي هي خاصية البي دبليو إم. فكيف حنسوي الطريقة دي؟ راح أكتب دالة اسمها ماب وفانكشن اسمها ماب هتحل لي المشكلة هذه. في البداية راح أكتب اسم المتغير اللي بيخزن لي قيمة المقاومة المتغيرة اللي هو value، احنا موصلينه بال A0 يساوي، هكتب ماب. بعد كده راح أكتب نفس المتغير value، طبعا احنا كتبنا value لأنه هو اللي بيقرأ لي قيمة المقاومة المتغيرة اللي فيها 1024 مستوى. بعد كده هحط فاصلة، هكتب احنا من فين بنغير لفين. فانا بغير من صفر بغير الرينج من صفر الى 1023، ابغى اغيره الى من صفر الى 256، ابغى اغير من 0 الى 1023 اللي هو 10 بت الى من صفر الى 256 او 255 اللي هو 8 بت، فبحول من 10 بت الى 8 بت. فاكتب الرينج تبع ال 10 بت، الرينج تبع ال 10 بت 0 الى 1023، هذا الرينج تبع ال 10 بت. ابغى احوله الى 8 بت فاكتب 0، ال 8 بت من 0 الى 256 او 255 فحكتب 0 بعد كده فاصله 255. هذه هي فكره الماب، انا بحول الفاليو، بحول قيم الفاليو من 0، قيم الفاليو هي الاساسيه 0 الى 1023 لانه 10 بت، هحولها الى 0 من 0 الى 255. فأنا بحول من 0 إلى 1023 إلى 0255، يعني بحول من 10 بت إلى 8 بت. هذه هي فكرة الماب. بعد كده حسوي رفع، هنفتح منفذ السيريال، هنرد القيمة للصفر، لاحظ القيمة صفر، هنحرك أو نزود في قيمة المقاومة المتغيرة، هيوصل معنا في الأخير إلى 255. قبل ما نكتب الماب أو قبل ما نحط دالة الماب كانت آخر قيمة للمقاومة المتغيرة 1023، لكن باستخدام قيمة الماب أنا نقصت عدد مستويات مجموعة الأنالوج إنبوت وخليتها 256 مستوى من 0 إلى 255. فبدي الطريقة قدرت أحل المشكلة اللي كانت تواجهنا. بعد كده راح نشوف تطبيق ثاني او استخدام ثاني. احنا هنا تحكمنا في شدة اضاءة الليد، لكن بتحكم في سرعة الفلاش بنفس الكود. حنغير شيء بسيط، بدل هنا ما اكتب الانالوج رايت هاكتب الديجيتال رايت، ديجيتال رايت الليد هشتغل هاي، وممكن اكتب واحد بدل الهاي لانه ديجيتال. بعد كده حسوي ديلي، الديلي هخليه بقيمة المقاومة المتغيرة، هكتب فاليو دي الحالة، هكتب فاليو في الديلي، هنشوف ايش اللي حيصير. هنسخ نفس الكود او نفس الاوامر والصقها، هخليه زيرو، يعني هشتغل الليد بقيمة ال بعد كده حينطفي. والديلي عبارة عن قيمة المقاومة المتغيرة، هحط صفر. طبعا هنا خلاص ان شاء الله كله تمام. هنسوي رفع، عفوا في مشكلة اللي هو السيمي كولوم، هنسوي رفع. هنلاحظ انه الليد هيشتغل عادي، لكن هيشتغل وينطفي هيعمل فلاش والسرعة، سرعة الفلاش هنحددها عن طريق المقاومة المتغيرة. أنا كده كل ما أقلل في القيمة، فأنا بقلل في القيمة معناته إن قيمة الديلي هتقل، إذا قلت قيمة الديلي الفلاش هيسرع. لاحظوا إن الفلاش أسرع كل ما أقلل في القيمة، الفلاش هيسرع لأن أنا بتحكم دحين في الزمن،
زمن التشغيل وزمن الإطفاء، لأن حطيت قيمة المقاومة المتغيرة داخل الديلي. نلاحظ بسرعة كل ما زود في قيمة المقاومة المتغيرة تقل السرعة، لأن كل ما زود في قيمة المقاومة المتغيرة بتزيد من الديلي، بتزيد قيمة الديلي، فقيمة الديلي كل ما تزيد حتبطأ العملية. كده حنوصل 255، فهيكون كده أبطأ شيء. عن طريق المقاومة المتغيرة قدرنا نتحكم في شدة إضاءة الليد، وقدرنا نتحكم في سرعة الفلاش. لهنا نكون وصلنا لنهاية الدرس. إذا في أي سؤال وأي استفسار راسلوني على الإيميل وعلى الرسائل الخاصة في الموقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.